أظن أنني أعلم أهل الأرض، فعلم الله به الكثير من المعجزات، والله يعطي من يشاء بغير حساب. وكان موسى يستمع ولا يتحدث، إنه يريد أن يتعلم من الخطيه. إنها كذلك بيتنا، فإننا ليس لنا بيت غير هذه السفينة، وإن غرقت هذه السفينة في البحر ضعنا.
نجد لنا ملجأ آخر. قال الخضر: لا تخافوا عليها، وألقوا حمولكم على الله الذي يحوزها لكم. إننا بمأمن ما دمنا معكما أيها الرجلان من قصة غريبة حقا. يا لها، كنت أتمنى أن أظل معه إلى الآن. ألا يكفي ما رأيته من أمك في غيابك؟ لقد جن جنونه مني. يقول الخضر: وهل ستصبر؟